ده مش اعلان، دي دعوه يا شعبان. طب وانت هتعمل ايه؟ طبعا مش هتروح. لا لازم هروح، لازم اقبل الدعوه. لا بلاش يا غريب، لازم اقول للعريس مبروك مهما كان الثمن. انا نفسي اشوفك عظيم كبير مشهور قوي. انا مش عايزهم يمسكوك ولا يجروا وراك يا حياتي. مين اللي يخليهم يسيبوك؟ كتير قوي يا احمد، وكيل نيابه. ما تطفح بقى وتخلصني، انت هتفضل حاطط اللقمه في حنكك ومبحلق كده طول الليل؟ مالك يا واد سرحان في ايه يا دكتور؟ ما ترد يا باش مهندس، رد ردة المية في زورك. ما ترد. ما تضربنيش. ما اضربكش، انت هتبجح فيا على اخر الزمن. لا امشي، اخرج من بيت. يلا اتفضل، مع السلامة، اخرج برا. ايه ايه في ايه في ايه ده؟ ما يقعدش في البيت دقيقة واحدة. طب سيب الولد، سيب الولد. يلا يا هو في البيت ده الليلة دي. سيب الولد بقولك. مش هسيبه يا سليمان، ده خلاص بيبجح فيا، بيقول لي ما تضربنيش، ده حبة حبة هياخدنا قلمين. طب سيب الولد، سيب. مش هسيبه يا سليمان، وانت وهو تتفضلوا من غير ما ترد، مش هيبات في البيت الليلة دي. قلت ايه؟ قلت لا يا صفية. لا، ولأول مرة في حياتي بقول لا. طول عمري بقول حاضر، طيب، نعم، أفندم. المرة دي بقى هقول لا، أنا الراجل في البيت ده مش أنتي، أنا اللي أأمر وأنهي وأنتي اللي طوعي. سليمان أنت اتجننت؟ لا عقلت، الكلف يضوى اتملى وأنتي ما عندكش دم. بتضربني يا سليمان؟ مش أول مرة بضربك، ومش هتكون آخر مرة بإذن الله. طب وربنا ما أنا قاعدة لك في البيت دي يا واحد. اتفضلي، قاعدة ليه؟ الباب يفوق جمل، يلا. بتقول إيه يا سليمان؟ بقولك الباب يفوق جمل، تحب أفتحه على وسعه؟ سليمان أنت اللي ابتديت يا صفية، والبادي أظلم. بتطردني من بيتي يا سليمان؟ بيتك؟ نعم، ده بيتي أنا وبيت ابني وعفش المرحومة أمه. كده يا سليمان؟ دي آخرة خدمتي فيك أنت وابنك بتطردني؟ أنت اللي خليتيني أعمل كده يا صفية. بتقول لي بيتي وبيت ابني بيتعيرني عشان ما بخلفش. انا ما بعيركيش. لو كنت مخلفه منك عيل ما كنتش عملت فيا كده. وهو انت لو كنت مخلفه عيل تعملي فيه كده؟ تبقي قاسيه عليه كده يا صفيه؟ حرام عليكي، ده ولد يتيم وتطبطب عليه صدقه. خلاص يا سليمان هدخل اخد هدومي وامشي. طب بس تعالي، حقك عليا، احنا نقدر نستغنى عنك. معلش بقى ما تعيطيش، معلش. ما انا حصل لي جنون لما شفتك بتضرب الولد ده. احمد غلبان يا صفية، غصب عني يا سليمان. انا ما اعرفش ليه بعمل كده، انا ما ببقاش داري انا بروحي. عارف، عارف يا صفية، أنا مش قاسية يا سليمان. أنا لو كنت خلفت ولد كنت هحبه، كنت هدي له عمري بحاله. ده كله بتاع ربنا ونعمة بالله. ده أحمد والطيب، مش يمكن لو حبيتيه
ربنا يرضيكي. سامحني يا سليمان. سامحك يا صفية. معك حق يا سليمان، أحمد ملوش ذنب، أحمد محروم من الأم زي ما أنا محرومة من دانا. صح يا صفية، معلش ديله حنان الأم، اديلك حب الضنا. تعال يا حمد، حقك علي يا الليلة هتبقى عريس يا جلال، فاضل ساعتين بتبقى في الكوشة، لازم أبارك لك. طمنت على كل حاجة يا مجدي؟ أيوة يا فندم، إن شاء الله كل حاجة تمام. بس أنا سيادة اللي هو مستبعد مجيئه الليلة. احتمال يكون هو ما استبعدهاش يا محسن، لازم نحط احتمال انه جاي. انت ايه رايك يا مجدي؟ مش عارف يا فندم، اللي انا اعرفه كويس ان غريب حسنين انسان ذكي جدا. لو سلوى بنت غريب عند جلال فعلا يبقى التوتر هينتصر على الذكاء، وده اللي خلاني اتوقع انه هيجي. ممكن يا فندم. محسن. فندم. بلغ القوه خليها تكون مستعده بسرعه. حاضر. الو الو، هل تسمعني؟ حول. ايه في الكام يوم اللي انا غبتهم عنك دول؟ انا كنت عارف انك هتيجي، عشان كده سبت شباك اوضتك مفتوح. ايوه. ها عامل ايه في المدرسه يا احمد؟ ما رحتش خالص. ما رحتش المدرسه ليه؟ ما رضيتش. مرات ابوك ما رضيتش؟ ايوه. ايه يعني كنت قاعد في البيت؟ لا، كنت بروح العشاء مع ابوي. هو ابوك ده مش شايفه ابدا؟ النهارده ضربها وزعق لها. ابوك ضرب صفية؟ ايوه،
اصلك كنت عايزه تطردني من البيت. وفي قلوب قاسيه للدرجه دي يا احمد؟ هو ابويا هيضربها كل يوم كل يوم. ما اكتبش عليك يا احمد، مش عارف، جايز يضربها كل يوم وجايز يرجع لاصله تاني. يعني مش هروح المدرسه؟ لا يا احمد ما تخافش، هتروح المدرسه وهتتعلم، ان شاء الله هتبقى قاضي، قاضي كبير، علشان تحكم لي بالبراءه، مش كده يا احمد؟ ايوه. لازم حاجة هنا الليلة. مش انت قلت لي انك هترجع تاني؟ ايوه بس ما قلتلكش امتى. انا كل يوم بسيب شباك الاوضه مفتوح عشان لما تيجي. كل يوم؟ معقول؟ انت جدع قوي. وانت كمان جدع قوي. يا احمد بس ماليش بخت، يظهر الجدعان اللي من دول ملهمش بخت. منها الا مرات ابوك. قول لي يا احمد، هي لسه ما رجعتش؟ لا، يمكن تبات الليله بالفرح. دولة تانم؟ ايوه، دول عاملين فرح كبير قوي ومعلقين فيه كهارب كمان. ايوه، وهو انا لسه جاي من هناك دلوقتي. قول لي يا احمد، العريس وصل هناك ولا لسه؟ لا لسه ما جاش. لسه ما جاش؟ بمية المية زمانه جاي. اسمع يا احمد، انا هحاول ارجع لك تاني، اما رجعتش يبقى مية المية حصل حاجة. أشوف وشك بخير يا أحمد. اسف يا احمد، معلش شويه ميه هيفوقوا. مجدي بص بص، شايف مين هناك؟ مفيدة. لا مش دي مرات غريب يا مجدي؟ هي اكيد لها هدف يا مجدي. هنعرف حالها، خلي حد من الرجاله يراقبها بس من غير ما تحس. لو حست بينا هتعمل حاجه تحذره، تلاقيها جايه تكشف الجو الغريب. لا لا كن مطمئن، انا اللي هراقبها بنفسي. جلاله اتاخر يا مجدي. اطمن سعادتك يا فندم، انا متفق معاه على ميعاد وصوله. متاخر خمس دقايق. ما تقلقش سعادتك يا فندم، جلال عثمان ده واعي قوي وناصح قوي. يا اختي اسم الله عليكي. اسكت يا صفيه. اسكت؟ اسكت ازاي يا ست دوله؟ لما اسكت الليله دي امال هزغرت امتى؟ ده يوم الهنا والسعد. فرحانه يا صفيه؟ الدنيا مش سيعاني يا ست دوله، عشتي وشفتك ست العرايس، والفستان هياكل منك حته. حلو الفستان؟ القمر اللي جوه الفستان هو اللي محل الفستان. تفتكري هيعجب جلال؟ ده اول ما هيشوفك هيقول يا ارض تهدم عليكي قد. مش عارفه اتاخر ليه. الغيب حجته معاه، وده عريس بقى لازم يتمم على القيافه والشياكه. خايفه يا صفيه؟ خايفه لما يجيش؟ خايفه من ايه كفاله الشر؟ طول عمري بخاف لما فرحتي بتزيد، خايفه يجرى له حاجه ولا ما يجيش. الف بعد الشر عليه وعلى اللي زيه،
ما يجيش ازاي؟ ده اسمه كلام يا ست دولة. جلال بيجازف بحياته، كان مفروض أجلنا الفرح لحد ما يقبضوا على غريب. ما تخافيش، إن شاء الله هيقبضوا عليه ويكلبشوه، وتعسة الحسن والجمال مع عرسها في التبات والنبات، وتخلفوا صبيان وبنات. تخلفوا وتملوا البيت والشارع والجنين عيال، ويسقط تحديد الناس. مجرم، بتخبي مجرم في البيت يا احمد؟ ده مش مجرم، واحد بيزيف فلوس وهربان من السجن وعايز يقتل جلال بيه، يبقى ايه ده؟ ما عملش حاجة، ما عملش حاجة. طبعا، ما انت سيرت وخدت وديت معاه، ها؟ يوم ما جبت له الادوم عشان تكسر الكلبشات حصل؟ يا دي المصيبة، يعني انت كنت صح ليلتها مش كده؟ ايوه. يا ابني اعمل معروف يا ابني، يعني لو صفية عرفت هتعمل فينا ايه بس؟ تبقى غلطان وبتعيط برضو؟ ها؟ طب بس خلاص بقى ما تعيطش، اخر مره. اوعى الراجل ده يجي وتفتح له تاني، فاهم؟ ده مجرم يا ابني، احنا عارفين هيعمل فيك ايه. لا يا ابا، ده صاحبي. صاحبك؟ بيحبني قوي. بيحبك؟ لا ما صدقوش، ده بيعمل كده بس عشان تخبيه. لا هو راح فين؟ ما اعرفش. اتكلم يا احمد، عيب، ده انا ابوك يا احمد. هو راح فين يا ولد؟ هتقول لي خالتي صفيه؟ صدقني مش هقولها. غريب راح فين؟ اتكلم. راح الفرح. راح الفرح؟ راح يعمل ايه هناك؟ ما اعرفش. ما ده هيكون راح الفرح عشان يقتل عريس. لا يابا، ده مش بيقتل. ما راح عشان يعمل ايه هناك؟ هم زمانهم مسكوه. مين ده اللي يمسكوه؟ البوليس. البوليس؟ لا ما هو مال الفرح هناك. ده ما عملش حاجة لما راح الحقه. وادي يا احمد، يا هلا انت، يا هلا يا ابني، تعال اعمل معروف. استغفر الله العظيم يا رب. عم غريب حاسب يا عم غريب. البوليس يا عم غريب فين يا عم غريب؟ ده مجرم ولازم اقتله، حرام عليكم، ده مجرم. ايه يا غريب، مالك؟ ايه اللي حصل؟ المجرم قتل احمد. قتل احمد ازاي؟ صدمه بالعربيه، اكيد مات. لا حول ولا قوه الا بالله. مسكين يزر، حس ان البوليس مراقبني، جري عشان يحذرني. انا السبب. اهدى بس يا غريب، اهدى، ان شاء الله ما يكونش جرى له حاجه. يا رب يا شعبان،
الواد ده لو مات هتعذب طول عمري. يا رب يخف، يا رب يخف. ليه عملت كده؟ ليه؟ مش كفايه غريب؟ كنت سيبوني اخلص العالم من شروره، سيبوني وبعدين اشنوني. قمر يا حياتي. قمر بالستر. اوعى تتاخر عليا. ما اقدرش اتاخر عليك يا دولي. يا عمر مش عايز اسيبك لحظه واحده. خلاص ما تخرجش. لا لا، لازم نسافر اوروبا نقضي شهر العسل. اي مكان هكون فيه معاك هيبقى عسل. لا لازم عشان غريب. اه هروح اجهز كل حاجه وارجع لك مع اول مسمارك. قبض على مفيدة؟ قبضوا عليها في الفرح بتحاول تقتل جلال. يا باب الدنيا بتتقفل في وشي ليه؟ ليه؟ غريب، احنا لازم نهدى علشان نعرف نحل الموضوع ده. اهدى ازاي يا شعبان؟ بس اهدى ازاي؟ دي لعنة بتطردني كل يوم، الحبل بيلف حوالين رقبتي. انا مش مهم، المهم سلوى مفيدة. احنا لازم نروح للاستاذ مختار المحامي. انا هروح له واخليه يحضر الجلسة. لازم يا شعبان. بس الفلوس ما تشيلش هم، ان شاء الله هتتدبر. هتتدبر ازاي؟ هبيع اي حاجه يا غريب. هتبيع ايه بس؟ اي حاجه، بس ما تشغلش بالك انت بالموضوع ده. لا ما تبيعش اي حاجه، انا هتصرف يا شعبان. مغاوري، بكره الصبح تعدي على البنك تصرف الشيك ده، وبعدين تروح شركه الطيران تحجز تذكرتين درجه اولى روما باريس لندن. باسبورات اهي. ده نظام شهر العسل بقى يا جلال بيه. ايوه يا سيدي، شهر العسل الاسود. الف مبروك. بس المهم عايزين نخلص من الحكايه دي اوام بقى. وما انت شايفني بعمل ايه؟ هاخدها اوروبا افسحها يعني؟ جايز. ده لزوم الشغل يا مجاوري. الصنف الحنين قوي اللي زي دوله ده لازم الواحد يستفرد بيه بعيد، ياكل عقله وقلبه وعينيه. يا عيني عليك، الف هنا وشفا. يو فكرتني، دي مستنياني على الغدا النهارده. يا عيني، ده نظام حنان بقى. امال مش عريس بقى؟ بقول ايه يا جلال بيه، لا مؤاخذه انا محتاج مبلغ كده تحت الحساب. كام يا مغاوري؟ الف جنيه بس. تحت امرك، هعمل لك بيهم شيك. الله، ايه في ايه يا جلال بيه؟ نسيت دفتر الشيكات على الكوميدينو. عند العروسه؟ لا عندي في الشقه بعد ما كتبت الشيك ده. انت مستعجل قوي؟ لا ابدا، ممكن استنى لبكره.
لازم الاقي فلوس باي طريقه، لازم. ومش ممكن ما يكونش شايل فلوس هنا. دفتر شيكات العريس 72,000 جنيه. مبروك. حسبي يا عمو غريب، البوليس يا عمو غريب. سلامتك من ولد. اه يا ابني رب ايش فيها رب، انا ماليش غيره في الدنيا. عامل ايه دلوقتي؟ املنا في الله كبير يا دكتور. بوس ايدك، بوس ايدك. ده انا ماليش غيره يا دكتور. ربنا يشفيه ان شاء الله، ربنا هيتمم الشفاء عليه. ربنا يجعل في ايديك الشفاء يا دكتور. انت جيت يا عم غريب. او من الهلوسه دي الصبح، في الهلوسه دي انت جيت يا عم غريب. غريب غريب، الله يقطه غريب واليوم اللي عرفناه فيه. معلش معلش يا عم غريب. يا ابني ده مش غريب، ده البيت دكتور يا احمد. طيب ممكن حضرتك تسيبنا مع بعض شويه لو سمحت؟ حاضر دكتور. ليه عملت كده يا احمد؟ ليه؟ انا بحبك قوي يا احمد. يا احمد انا مديون لك، مهما عملت مش هقدر ارد جميلك. كان لازم اشوفك يا احمد. يلا بقى خف خف عشان تروح المدرسه. المدرسه؟ ايوه يا احمد، ان شاء الله هتروح المدرسه إن شاء الله. كنت فين يا غريب؟ بس قلقتني عليك. شفت أحمد يا شعبان؟ معقول تكون رحت المستشفى؟ أيوه. إزاي يا غريب تغامر بنفسك للدرجة دي؟ تنسيت يا شعبان ان الولد ده كان هيموت نفسه عشاني؟ ربنا يشفيه يا رب. طب حالته كانت ازاي؟ الحمد لله كويس، وهيطلع بعد يومين ثلاثه. شعبان الولد ده لازم يروح مدرسه، لازم يتعلم. هنحاول يا غريب. لا ما تحملش هم اي حاجه. فلوس موجوده. عايز كام؟ ايه ده يا غريب؟ ده دفتر شيكات جلال عثمان. الله، ده عليه امضته. نسيت ان انا بعرف اقلد امضة جلال عثمان، ويمكن احسن منه كمان. بكرة الصبح الفلوس هتكون عندك، هخلي رصيده صفر. بتقول ايه يا مجاوري؟ مفيش رصيد ازاي؟ ده اللي حصل.
بس هقدرش الكلام في الاول، لكن ده المؤكد. ما دخلتش لمدير الفرع ليه؟ اكيد في حاجه غلط. قابلت مدير الفرع واكد لي ان الرصيد كله انسحب النهارده. انسحب؟ ومين اللي سحب؟ غريب حسنين. غريب حسنين مضى شيكات بكل رصيدك وصرفها وكت. ازاي ده يحصل؟ لازم بلغ النيابة، دي شيكات مزورة. انا تأكدت بامضتك، شفتها بعيني. امضيت انا؟ غريب حسنين هو الوحيد اللي ممكن يقلد امضتي من غير ما احس انا شخصيا انها فعلا امضتي. كنت فين يا غريب؟ الحمد لله يا شعبان. ايه اللي حصل؟ نشفت دمي. يظهر ان انا بسبعة ارواح. قول لي بس حصل ايه؟ اسكت يا سيدي، انا صرفت الشيك من هنا ويا دوبك حطيت الفلوس في الشنطه. عارف قابلت مين؟ جلال. يا ريت. مغاور دراعه اليمين، الظاهر كان داخل البنك يسحب فلوس من الرصيد. وعملت ايه؟ كان نفسي شعبان استنى اشوف ايه اللي هيحصل. يعني فرقت دقايق. مش بقول لك انا بسبعة ارواح. قول لي، ما حدش فيهم شك في امضتك على الشيك؟ للاسف يا شعبان، يظهر صحيح ان انا بعرف ازور. جلال عثمان يفلس من السوق، ده غريب حسنين سحب رصيدي كله. ولا يهمك يا حبيبي، كله فداك، ده انا وفلوسي تحت امرك. انا ما تهمنيش الفلوس يا دولت، انا اللي غيظني الحركه نفسها. ده ابتدى يلعب. انت صدقت الكلام ده؟ وما صدقوش ليه يا سليمان؟ بيقولوا غريب يعمل اكتر من كده. ما بقاش انا سليمان لو في حاجة من دي حصلت. يعني ايه؟ جلال به بيكذب؟ بيكذب عفارم عليكي حدوتة متفبركة. تقوم اختك دولة هانم يصاب عليها رصيد خلص يا ولدها، تقوم حطاله رصيد في البنك يقوم يسحب منه، يقوم قاشش ومخلص العشرة. عشرة ايه يا جدع انت؟ هي كوتشينة؟ ده لعب. لعب يا صفية، وبكرة فكرك. انا كنت عارفه انك هتقول كده. تبقى ابتديتي تفهمي. عشان كده جبت لك الجورنان. جلال به كمان هو اللي نشر الخبر ده يا سليمان؟ فعلا هو ده اللي ضربني. ضربك؟ قصدي هو اللي غلبني في النباهة. خد اقرا وسمعني. اقطع دراعنا بقى ان مكان الواد ده وراه. ان ما تكشفها يا ابو العريف. فعلا الموضوع ده فيه ان. ايه يا شعبان؟ ايه؟ طب اخد نفسي بس الاول. قول لي عملت ايه؟ اولا ودي اهم حاجه، عديت لك على المستشفى. شفت احمد؟ خرج اول امبارح وصحته كويسه جدا الحمد لله. بعد كده يا سيدي عديت على البنك وحطيت كل الفلوس باسمي. كويس. ممكن بقى دلوقتي تفهمني ليه خليتني احط الفلوس باسم انا؟ امال حطهم باسم مين يا شعبان؟ باسمي ولا باسم مفيدة ولا باسم سلوى؟ ما تحملش هم يا غريب. ربنا يخليك ليا يا شعبان، مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. ربنا كبير يا غريب. ونعم بالله. قول لي بقى الفلوس دي هنعمل بيها ايه؟ ما تستعجلش، دلوقتي هتعرف كل حاجة.
انا مش مستعجل، بس عايز افهم ايه اللي بيدور في دماغك. شعبان، انا قررت اسلم نفسي. تسلم نفسك دي سلوى يا شعبان؟ سلوى، ارجوك انزل اطلب للبوليس. انا غريب عايزني انا اللي اسلمك بنفسي؟ انا تعبت يا شعبان، تعبت خالص. اهدى بس يا غريب، اهدى عشان خاطري. انا دماغي هتنفجر يا شعبان، مش عارف اعمل اي حاجه من ساعه ما هربت وانا المصايب عماله تزيد عليا. فيدا وسلوى، انا مش عارف ايه اللي هيحصل تاني. للاسف يا غريب، انا كمان مش عارف اقول لك ايه. شعبان، انا قررت اسلم نفسي خلاص، الحدوته انتهت. غريب، شوف وشك بخير يا شعبان. شوف وشك بخير يا غريب. خد بالك من مفيدة وسلوى ان رجعت. اشرب الشفا. ايه يا احمد، مالك يا ابني؟ ايه اللي في دماغك؟ اتكلم، ده انا ابوك يا احمد. انت من ساعه ما قريت الخبر في الجرنان وانت اللي حصلك ايه؟ ما كنتش مصدق ان غريب حرامي؟ اه طلع حرامي يا سيدي. الله، ودي في دي بس؟ هو يعني من بيت اهلنا؟ ما ان شاء الله اروح في 60 ده يا اخي. لا لا لا، استاذ غريب اتفضل. ازيك يا مجدي يا ابني؟ انا اسف، ده وقتك ورايا اليومين اللي فاتوا دول. اهلا وسهلا، اتفضل. انا متاكد انك بريء يا استاذ غريب، بس للاسف مفيش في ايدي اي حاجه، مفيش دليل واحد ضد جلال عثمان. جلال عثمان ما بيسيبش اي دليل وراه يا مجدي. انا عارف انك تعبت كتير في اليومين دول يا استاذ غريب. تعبت قوي، لكن للاسف تعبي راح هدر. يا ريتني ما هربت. يا ريت يا استاذ غريب، كنت وفرت على نفسك التعب اللي انت قسيته. سيدي انا مش مهم، المهم سلوى مفيدة. لو ما كنتش هربت ما كانش جرى اللي جرى له. انا اسف يا استاذ غريب، مضطر. تفيدك ايه يا ابني، انت بتأدي واجبك. يلا بينا، اتفضل. اتفضل يا ابني. اتفضل يا استاذ غريب. الو، ايوه، يا اهلا يا اهلا. عيب، ده انا جلال عثمان. الله يبارك فيك، مع السلامه. في يا جلال؟ اكيد اخبار حلوه. احلى خبر سمعته في حياتي. يا حياتي، غريب حسنين سلم نفسه. امتى؟ امبارح. مبروك يا حبيبي. الف مبروك عليك يا دولي. يعني خلاص الكابوس اللي كان منغص علينا حياتنا انتهى، مش كده؟ من النهارده حياتنا هتبقى حلوه قوي، هنضحك قوي، هنفرح قوي، هسعدك
قوي قوي قوي. يعني انا وشي حلو عليك؟ قوي قوي قوي. يعني بتحبني قوي قوي؟ طب قد ايه مسيرك حتعرفي يا دول؟ لا انا عايز اعرف بسرعه. حسبت لك بكل دليل قاطع بحبك حب ما حدش حس بيه قبل كده. انا تحت امرك، انت تأمري بس اللي نفسك فيه. تأمري يا اغلى من عمري انت. ولا حيهمني الكلام اللي يتقال عليا، ولا حيهمني السوق، ولا حيهمني المنافسين، ولا المضاربات. انا قررت اشتغل بفلوس مراتي، عمري. اهو انت اللي عمري. ليه يا مرتي؟ انا كنت بحبك عشان انت مظلوم، كنت شايفك انك بتسكت. مش هحبك تاني، انت مش صح. مش هزعل لما البوليس يمسكك. ايه مالك سرحان فيه يا بطل؟ لا مفيش. عارف يا احمد، انا بعد ما فكرت في موضوع غريب ده، عارف حسيت بايه؟ حسيت انه لو عمل كده مليون مره عنده حق. حطيت نفسي مسرحه. يعني واحد زي جلال ده دخلني السجن وخطفك مني، الله لا يقدر. يعني ده انا مش هسرقه بس، ده انا اسرق عمره. مش هروح فيه السجن، ده انا اروح فيه المشناه. يعني عم غريب مظلوم. ده انا غالي قوي يا ابني. احنا عشان خاطركم بنعمل اللي ما يتعملش. فاكر يا احمد، فاكر لما ضربت خالتك صفيه عشان زعلتك؟ وانا لحد دلوقتي مش عارف انا ضربتها ازاي. سليمان. نعم. سمعت اخر خبر؟ مش غريب سلم نفسه؟ ايه سلم نفسه؟ مش عارف يا مغاوري، حقيقي سلوى دي بقت مشكله. ابوها في السجن وامها اتقبض عليها وما بقلهاش حد. اوديها فين؟ احنا مالنا؟ ده البوليس قالب عليها الدنيا. وديها للبوليس؟ هيعمل معاها ايه البوليس؟ يعمل اللي يعمله، يوديها في 60 داهية. مالنا احنا؟ ايه الكلام ده يا مغاوري؟ انت نسيت ان امها قريبتي؟ انا لازم اطمن على حياتها ومستقبلها. البنت دي مالهاش ذنب في كل اللي حصل يا مغاوري. الله، ده انت بقى عندك قلب حنين قوي. طبعا يا مغاوري طبعا. سلوى دي مش كان ممكن تبقى بنتي لو اتجوزت مفيدة؟ مش كنت حابقى ابو سلوى؟ تمام. البنت دي لازم تتربى كويس، ما اقدرش اسيبها في الشارع تضيع. يعني نسيب شغلنا بقى ونفضل الست سلوى دي؟ انا اللي هتصرف يا مغاوري. لازم اطمن عليها وعلى مستقبلها. دي ملهاش حد، ابوها في السجن وامها اتقبض عليها واكيد هيتحكم عليها. سلوى لازم تعيش مع امها، لكن اسيبها في الشارع لا. ارجوك يا استاذ مختار، لازم تعمل المستحيل. انا هعمل كل اللي اقدر عليه، ربنا كبير. يا رب. في جلسه بكره انا هحاول اطلع مفيده بكفاله. هي احتمال تبقى كفاله كبيره شويه،
ما تحملش هم الفلوس، الفلوس موجودة وكتيرة والحمد لله. منين يا شعبان؟ أنا عارف غريب كويس، ما كانش غني، كان يدوب قادر يعيش. هتتدبر يا أستاذ مختار، مالكش دعوة، بس أنا هتصرف. هتتصرف منين؟ ما أنت تعبان أنت كمان. يا أستاذ مختار أنا عارف أنا هعمل إيه. ما تعملش حاجة، أنا هدفع الكفالة بنفسي. صدقني فلوس الكفالة موجودة. ما هي واحدة من الاتنين، يا ندفع الكفالة يا تاخد الأتعاب اللي أنت دفعتها. أنا بحب غريب زيك بالظبط يا شعبان. لو بتحب غريب صحيح يا أستاذ مختار، خلي بالك من مفيدة، وقف جنبها، دي كانت وصيته قبل ما يسلم نفسه. وبعدين يا مجدي بيه؟ جلال بيه، أنا مش بكلمك دلوقتي بصفتي ضابط بوليس. أمال حضرتك بتكلمني بصفتك إيه؟ بصفتي أب وإنسان، ما بقاش فيه أي مبرر يخليك تفضل محتفظ بسلوى. حضرتك خلاص افترضت إنها عندي؟ أنا وعدت غريب إني لازم ألاقيها. وبعد ما تلاقيها هتوديها فين؟ لأبوها؟ ولا لأمها؟ ولا هترميها في الشارع؟ ما تخافش، ساعتها هقدر أتصرف وأتصرف كويس قوي. اديني سلوى أرجوك يا جلال بيه. يا حضرة الضابط، سلوى مش عندي. حضرتك فتشت في كل مكان يخصني، محدش قالك ما تفتشي، محدش حتى تجرأ وسألك عن إذن النيابة بالتفتيش. إذن النيابة دايما معايا وانت عارف كده كويس يا جلال بيه. ومن غير إذن النيابة يا مجدي بيه، أنا شخصيا بسمح لك تفتش أي مكان تحس إن سلوى موجودة فيه، ولما تلاقيها أرجوك تجيبها لي أربيها وارعاها بمعرفتي. ما أنت عارف إنها قريبتي، وعمر الدم ما يبقى مية، مش كده ولا إيه؟ حاضر حاضر يا جلال بيه، أنا هعرف إزاي ألاقي سلوى، وساعتها هقدر أصفي كل الحسابات اللي متأجلة. ده ولد ما جابتوش ولادة. عارف يا سليمان، الضابط ما بقاش ملاحقه في الكلام، ما بقاش مخليه يقول ولا كلمة. كل اللي عمله إنه ساب العساكر يفتشوا الفيلا. وطبعاً ما لقوش البنت. طبعاً، وهو جلال لو كان مخبي البيت كان هيخبيه عند الست دولت. الله، طب وما يخباش عند الست دولت ليه؟ لأنهم أول ما هيدوروا عندها. ليه؟ لأن سجلال عايش معاها في الفيل. يبقى مش ممكن يخبي البيت في الفيلا. طبعا، وبالطريقة دي لا يمكن البوليس يدور في الفيلا. ما هو لا يمكن يخبيها فيها إلا إذا كان مغفل أو كان زي بقى. يعني إيه؟ مش فاهمة حاجة. نبي يرسم رسم يا صفية. جلال، البوليس كان عايز منك ايه؟ تصوري يا دولي بيتهمني اني مخبي بنت غريب. معقولة؟ غريب كده اي مصيبة تحصل له يفتكر ان انا اللي عملها له. ده انسان مش طبيعي ابدا. واضح، بس انا مش فاهمة ازاي يعني البوليس يصدق اي حاجة يقولها له. من حق اي مواطن انه يعمل اي بلاغ يقول فيه اي كلام، ولازم البوليس يعمل تحقيق، يا اما فيه دليل يا اما يبقى بلاغ كاذب. واضح انه بلاغ كاذب. مش انت يا حبيبي اللي تخطف طفل ابدا، ده انت رأي وحنين. ربنا وحده هو اللي يعلم قد ايه انا قلبي بيتقطع عشان البنت دي يا دولي. انا عارفه يا حبيبي عارفه. يا ترى هي عامله ايه؟ هي فين؟
صحية ولا نايم؟ جعانة ولا شبعانة؟ ربنا معاها يا جلال. دي مهما كانت قريبتي من لحمي ودمي، رغم كل اللي عملوا معايا أبوها، أنا دورت عليها في كل حتة ما لقيتهاش. هي ملهاش ذنب في كل اللي حصل يا دولي، ملهاش ذنب. حبيبي يا جلال، كل يوم بيمر علينا بكتشف فيك صفة جديدة حلوة. دي مشاعر إنسانية بسيطة جدا يا دولت. حاولي حاولي تتخيلي الصورة زي ما أنا شايفها، طفلة صغيرة بريئة، أبوها في السجن وأمها في الطريق للسجن، طفلة وحيدة في الدنيا، مصيرها إيه؟ الملجأ ولا تلقطها عصابة وتعلمها على الإجرام؟ مسكينة مسكينة يا بنتي، أرجوك يا جلال تدور عليها، لازم تدور عليها في أي مكان علشان تلاقيها. لازم ألاقيها يا دولي، لازم. وأول ما تلاقيها أرجوك تجيبها لي، ده أنا حرعاها وحربيها وحكول لها أم الدنيا. ده اللي أنا كنت بفكر فيه بالظبط. سلوى عندك هتكون في منتهى الأمان يا عمري. سحبت رصيد جلال من البنك يا غريب؟ أيه يا فندم. دي قضية تزوير تانية يا فندم. أنا عارف. يعني مش همك حاجة؟ إيه اللي هيجرالي بس أكتر من اللي جرالي؟ ممكن ترجع الفلوس، وأوعدك إني هساعدك. الفلوس يا فندم تمن حياتي وعمري اللي خده جلال عثمان. طب فين الفلوس؟ عملت بيها إيه؟ أنا رميتها في البحر، حرقتها. انت عايز تفضل طول عمرك في السجن يا فندم؟ السجن ارحم بكتير قوي من عالم فيه جلال عثمان واللي زيه. انا اطلعت على ملف القضيه الاولانيه، مفيش فيها حاجه تدين جلال عثمان. يا فندم انا عايز اقول لسعادتك حاجه مهمه قوي. انا هربت عشان الاقي الدليل، الدليل على براءتي، لكن للأسف فشلت. ألو، مين؟ أيوة جلال، تقول إيه؟ مش معقول، صحيح لقيت سلوى؟ ايوه لقيتها وبفرحك، عشان كده بقولك انا عارف انك مش هتصدقي. بعتها لك مع مغاوري زمانهم في السكة. اسمعي يا حبيبتي، اسمعي يا دولي، مش لازم حد يعرف. ها يعني انت عارفة؟ ها لو اي حد سأل نقول قريبتك، بنت اختك مثلا. ها عارف يا حياتي؟ لا 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 يا روحي، مش هتأخر. لا يا دولي، مع السلامة. مع السلامة يا عمري. معقولة؟ دولة هانم. أيوة يا فندم. أنا مغاوري. أهلا وسهلا. جلال بيه بعت معايا بنت اخت حضرتك. ميرسي قوي، مع السلامه. عن اذنك. سوسو حبيبتي روح قلبي. يا ماما يا روح. الحمد لله على السلامه مفيده هنا. الله يسلمك يا فندم، كتر الف خيرك. البركه في ربنا وفي الاستاذ مختار. ربنا معانا في اللي جايه يا مجدي بيه. أنا متأكد إنك هتجيب البراءة بإذن الله يا أستاذ مختار. لو ظهرت سلوى هتساعدنا أكتر يا مجدي بيه.
صدقني يا استاذ مختار انا ما بنامشي. عارف يا حبيبتي يا بنتي، يا ترى انت فين دلوقتي؟